خلينا ناخد الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره، عشان الكابتن يوسف قال لي ايه، قال لي لا اسال الكابتن سيد عبد الحفيظ بقى على طول. نبارك له برده ونساله عن ماذا يحدث في النادي الاهلي. كابتن سيد الف مبروك، ثلاث نقاط هامه في بدايه المشوار الافريقي. كابتن اسلام تحياتي ليك والضيوف اللي عندك كلهم، يعني قول لي الاسماء. الكابتن ماهر امام، الكابتن احمد بلال، الكابتن اسامه حسني. يا كابتن بلال، كابتن ماهر، كابتن اسامه، كل الاخبار كله تمام؟ بطاطس شكله سندوتشات البطاطس تمام؟ يقول لكم سندوتشات البطاطس تمام؟ رايق انت برضه يا سيد النهارده الحمد لله. الزيت طالع والله على صدرنا كلنا، بس ما حدش كل سندوتشات بطاطس بالمناسبه. صايمين النهارده. كابتن سيد، يعني ثلاث نقاط هامه في بدايه المشوار. بص يا كابتن اسلام، يمكن البطوله الافريقيه بتتاخد على مراحل، وبدايتها حتى من ثلاث سنين كانت بدايات غير موفقه في دوري المجموعات. يعني ثلاث سنين كنا في بدايتنا في دوري المجموعات قدام زيسكوت خسرنا 2-3، ثم المباراه او الموسم اللي بعده في بدايه دوري المجموعات اتعادلنا مع زناكو هيرنبرج 0-0، والسنه اللي فاتت في بدايه دوري المجموعات اتعادلنا مع الترجي. فبقى لنا ثلاث سنين بدايات ما بتبقاش جيده ولا ايجابيه. فبالتالي يبقى انت عندك يعني مهم قوي ان انت تاخد الموضوع بإيجابية شديدة جدا وتركيز عالي قوي، خصوصا كمان انت بتلعب فرقة من اقوى الفرق الافريقية وصيف الكونفدرالية، وعندها شخصية داخل الملعب بتعرف تنقل الكرة كويس قوي، عندها عناصر كويسة جدا، عندها تقل في الملعب، ما تستعجلش على حاجة، بتوصل بشكل كويس قوي. لكن ارجع اقول برضو احنا كنا محتاجين طبعا الفوز ده، لكن كمان انت كمان عندك شخصية كويسة جدا في الملعب في الوقت الحالي، عندك تقل في الملعب مش تقل في الحركة، تقل حتى في النقلة وتقل في الوصول وتقل في التنفيذ وتقل في الفينش، يمكن ضيعنا عدد من الفرص كبيره، لكن انا ما تفرقش معايا مساله الوقت. سلام عليكم يا حبيبي. ما تفرقش معايا مساله الوقت قد ما بيفرق معايا المجموعه اللي موجوده في الملعب، يعني قد يكون فاضل ثلاث دقائق او خمس دقائق، بس انا عندي استياحيه ان انا ممكن اجيب في جول في اي وقت. يعني من الشخصيه اللي موجوده في الملعب، وممكن يبقى المباراه لسه بتبدا وما عندكش الاحساس ده يعني. الحمد لله رب العالمين، احنا بنستعيد قوتنا بشكل كويس قوي. ممكن يبقى وصلنا احنا عايزينه بشكل يعني 100%، لكن في طريقنا بخطوات واسعه الحمد لله. كابتن سيد، لقطه محمد الشناوي وتصديه لهدف اكيد 100% كان هيدخل فيتا كلوب في المباراه، وكنت هتبقى النتيجه في ذلك الوقت اعتقد هتبقى تعادل 1-1. اعتقد ان الكره دي تحديدا ممكن تفرق كتير جدا حتى ولو نفسيا او معنويا مع محمد الشناوي. محمد له دور كبير قوي، واحد من العناصر المهمه، وهو شريف كمان يعني او علي، انت بتبقى عندك ثقه في المجموعه ككل، لكن دي بتديك درس بشكل جماعي يا اسلام، يعني درس ان انت مثلا بعدد الفرص اللي جات لك دي كلها، بعدد الاهداف المهدره دي كلها، قد يخرج او تخرج المباراه بالتعادل يعني. ده درس ان انت كمان لما تروح لا سجل اثنين وسجل ثلاثة وسجل أربعة وسجل خمسة، لكن ما ينفعش أبدا بكل الفرص اللي أنت رحتها دي، كل المحاولات دي كلها، وتطلع مباراة تعادل. ده وارد في الكورة، فهي درس كمان يعني، مش للشناوي ده لينا كلنا. طيب كابتن سيد، خلينا ننتقل إلى الصفقات. هل هناك صفقات قادمة داخل النادي الأهلي، ولا الموضوع حضراتكم كمجلس إدارة أو كمجلس إدارة وحضراتكم كجهاز فني اكتفيتوا بالتدعيمات اللي عملتوها؟ لا، احنا عندنا لحد يوم 30، لحد ما يجي يوم 30 عندنا الباب مفتوح محليا وافريقيا. نعم، قاعدين مع الراجل وبنشوف رؤيته وبنشوف وجهه نظره، وبننقلها لكابتن محمود الخطيب كمشرف عام للكوره وصاحب القرار والتنفيذ. بسم الله الرحمن، قد يكون طبعا. يعني في خلال الفترة القادمة من الممكن، يعني الجمهور الأهلي ينتظر صفقات أخرى قادمة. قد يكون بالتأكيد. لا، قد يكون دي مش فاهمها، قد يكون دي يعني هل من ينتظر ولا ما ينتظرش؟ ممكن. قد يكون برضه. أصرت. طيب، هل هناك أي صفقة أو إعارات خلال الفترة اللي فاتت دي؟ سمعنا أن هناك بعض الإعارات قد تحدث يعني في الفريق، هل تم الاتفاق على أي إعارة لأي لاعب؟ يعني طبعا في خطوات برضو لبعض اللعيبة، صبر حلفي كلام كبير جدا عليه في الاتحاد السكندري في الثاني في الروتوش الأخيرة، سيف كروبالي كمان يعني جاي له عرض خارجي، في عندنا قعدة بكرة هنشوف الوضع ماشي إزاي، في الجزار، في أحمد علاء جايين عروض، لكن هنقعد قاعده برضه بكره مع الراجل ده. انا فاكر ان
فبكره ان شاء الرحمن هيبقى في قعده يعني ختاميه للحاجات اللي هي بتاعه المرحله اللي احنا فيها دي. لكن برضو الوقت لسه معاك يا كابتن اسام، انا ما عندناش اي ازمه على فكره، يعني سواء كان في القيد الخمسه المضافين طبعا حاسس جدا على محمد محمود واصابته لك في النهايه الحمد لله رب العالمين، لكن يرجع احسن مكان ما عندناش ازمه في حته القيد لان انت عندك خمسه وعندك استبدال يعني. اه طيب اخيرا يا كابتن سيد، انت بتكتب على تويتر كتير قوي وايه الاخبار؟ لا 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 كويس قوي انت بتتكلم في الموضوع ده. انا اللي عندي فيسبوك اساسا، ولا عندي تويتر ولا عندي انستغرام ولا عندي اي حاجه خاصه بالكلام السوشيال ميديا خالص يا جماعه، يعني مع احترامي الكامل لاي حد عشان ما يبقاش فيه فتره ممكن يبقى فيها ازمه فيها حدوته او فيها حدث واحد يطلع بكلام يعني اعتقد ان ده ما يصحش ابدا. انا ما عنديش اي حاجه خاصه بيع على السوشيال ميديا خالص، يعني سواء كانت تويتر او فيسبوك انستغرام ما عنديش اي حاجه خالص. لان في اكونت بيكتب باسمك، اعتقد في اكونت بيكتب باسمك على تويتر حاجات كتيره جدا وبتتاخد في كذا حاجه، البدله بتاعتي ولابس كل حاجه. لا انا ما عنديش خالص يعني، فارجو بس يعني الموضوع ده عشان ما يبقاش يتقلب برضه بحاجات قانونيه، مع احترامي الكامل للي عامل كده، لكن ما يصحش ادبيا ولا مهنيا حتى، يعني ممكن الموضوع ده يبقى فيه اراء مختلطه. انا ما عنديش حاجه خالص يا جماعه، ارجو بس بعرفها ان اي حاجه منسوبه ليا خاصه بالحاجات اللي انا قلناها ديت مش بتاعتي خالص. تمام. كابتن سيد هتسافروا الجزائر امتى ان شاء الله؟ انا مسافر بعد بكره ان شاء الله الرحمن، و الفرقه هتسافر يوم الثلاث باذن الله. الفرقه هتسافر يوم الثلاث والمباراه يوم الجمعه ان شاء الله باذن الله. بالتوفيق ان شاء الله يا كابتن سيد. انا بشكرك شكرا جزيلا الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي معلقا عن